السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لن تصدق من هي صفاء ابنة صبر الرباعي التي لم تظهر كثيرا على السوشيال ميديا. كان صبر الرباعي قد احتفل بنجاح ابنته في البكالوريا، حيث احتفل الفنان التونسي صبر الرباعي بنجاح ابنته صفاء امتحان البكالوريا الثانوية العامة في حضاس. وفي مقطع فيديو انشروه على الفيسبوك ظهر الفنان التونسي وسط مجموعة من المدعوين وهو يعلن نجاح ابنته صفاء في امتحان البكالوريا، ويشكر الضيوف على حضورهم ومشاركته فرحته بنجاح ابنته. حيث ابنته لم تظهر كثيرا عبر السوشيال ميديا، وحيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصوره الجديده لابن تصور الرباعي صفاء. ابهر صفاء الجمهور بجمالات التونسي الهادئ وبملامحها الجذابه، حيث عبر عدد كبير من محبي صبر الرباعي عن اعجابهم بها. صبر لديه ابنه وابن من زوجته الاولى، ورزق بطفلين وطفله من زوجته الثانيه السيده اخلاص. وحيث لم تظهر صفاء ابن تصور الرباعي عبر السوشيال ميديا كثيرا الا في بعض الصور كانت نشرهم صبر الرباعي لها، وحيث ان صبر الرباعي قد احتفل بنجاح ابنته في البكالوريا، حيث ان عبروا كل محبين صبر الرباعي عن جمال ابنته صفاء عن جمالها الهادي والتونسي. اللهم احفظها واحفظ الشعب التونسي ويحميه، ولا نترككم في عهد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.